واحد بيقول نحن نؤمن ان لاهوت السيد المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، فكيف كانت تتم الحوارات بين هذه الاقانيم كما حدث في بستان جثيماني وكذلك في رسالة بطرس الاولى في الاصحاح الاول يتحدث عن اعطاء الاب مجدا للابن. المسيح لما كان بيكلم الاب لان له طبيعة ناسوتية ممكن يكلم بها الاب، ولما الاب اتكلم عن الابن في اثناء العماد لان الابن له طبيعة ناسوتية برضو. اما حكاية المجد دي فهو مجد متبادل، الاب يمجد الابن والابن يمجد الاب. في يوحنا 17 موجودة، الابن يمجد الاب قال له انا مجدتك على الارض، انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. وتمجيد الاب للاب يقول مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.